اخوتي واخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم هذه الوصفه اللي تدفى في الشتاء والبرد، اللي تجي زوينه ديال العدس، وفيها واحد المكون اللي رائع وغزال البنات، وغياكلوه لكم الوليدات. ما عليكم غير تشجعوني، تخليوا لي لايك وكومونتير زوين، الله يجازيكم بخير، وبارطاجي القناه ديالي، وشكرا لاي واحد طاب قناتي وخلى لي لايك وتعليق وفعل الجرس، الله يجازيكم بخير، وبكم نتوما باش نستمر انايا بالتعاليق ديالكم تتعجبني، وتنعطيكم تانا وصفات زوينين وطبيعيين وصحيين. ندوزو الطريقه البنات. بسم الله على بركه الله. المقادير البنات ديال العدس اللي غنشارك معكم اليوم ان شاء الله، عندي هنا البنات ربعه ديال العدس بعد ما نقيتها وغسلتها وسقطرتها، عندي كاس صغير تاع مطيشه، مطيشه مركزه ولا مطيشه جوج مطيشات حكوهم، عندي هنا ثلاث معالق ديال زيت العود، عندي الربيع، عندي ثلاثه فصوص ديال الثوم، عندي معلقه صغيره ديال السكنجبير وشويه تحميره، الملح على حسب الذوق، خرقوم، الابزار والكمون حتى هو غنديرو حتى يطيب العدس، عاد غندير الكمون. ولكن السر اللي في هذا العدس هو هذه البطاطا الحلوه، غادي البنات تشكروني عليها، تجي زوينه في العدس وحتى وليداتكم غياكلوها، الا ما كانوش ياكلوها لكم تجي غزاله البنات. ودرت الماء تيطيب صافي، وما غادي لنا هاد الطريقه اللي تنديرها، ما تنقليه ما والو، العدس ديريكت صافي. انا درت هنا الزلافه ديال العدس، ساهل وبسيط وسريع، ترميش العين تحضري، غتكون السيده خارجه خدامه تدخل دغيا تحضره. انتوما شتو ها هو العدس صافي، غنحك الثوم، ثلاث فصوص ديال الثوم، العدس راه تيمشي مع الثوم، والثوم بلديه هذه زوينه، والبرد هذا اكله خفيفه للعشاء ولا الغداء، مهم زوينه، راح تقدموا مع الحوت، كاين اللي تيعزيز عليه السردين معاه العدس، تجيكم زوينه هاد الطريقه البنات. صافي هنا تندير كاس تاع مطيشه، تندير الزيت شويه نخليه حتى الاخر هو الكمون. صافي هنا البنات درت التوابل اللي وريتكم، ودرت الربيع، نقيت البطاطا الحلوه، شفتوا تبارك الله كديره هاد البطاطا، راه غوصيه علم زوينات البنات، تنديروها مكعبات على هاد الشكل، لكن البنات غير جربوا تيجي زوين، عرفتوا دابا البرد كنا تيقلب على شي حاجه لي دافيه وسريعه، دغيا تحضروه، ما كاملش 10 دقائق هو موجود. انا عندي العدس، العدس رقيق دغيا تيوجد، الماء طيب صافي، غنسد عليه 10 دقائق بالحساب ونحل، ونحل وغتشوفوا القوام ديالو كيفاش يجي، ولكن الا جربتوه راه غادي يعجبكم ان شاء الله، ليكم غير تجربوه. غادي ندير جوج زليف تاع الماء، حتى الماء غنعطيه لكم بالعبار. صافي ها هما البنات بزاف، باش درت العدس غندير جوج زليف ديال الماء باش ناكلو فيهم الحريره، صافي ونسد عليه 10 دقائق ونتلاقاو ان شاء الله. صافي هنا البنات هانتوما درت جوج زليف ونص، البنات قلت لكم غير جوج زليف، انا درت جوج ونص صافي، وغنسد عليه انا هو الشوب بدا تيغلى حك الماء طيب، عرا سريع قلت لكم البنات، هانتوما ديروا الماء يطيب، ما تجيو توجدوا المكونات ديالكم وتبغاو ديروه يطيب، ها هو موجود من 10 دقائق البنات، ها هو موجود سريع التحضير، زوين هاد الطريقه اللي غنعطيكم، والله الا غزاله البنات، غير جربوها وخليو لي في كومونتير قولوا لي كيفاش جاكم هاد العدس والمذاق ديالو البنات، الا جربتوه غتشوفوا المذاق ديالو مع البطاطا الحلوه، هذا هو الهم ديالنا، هو البطاطا الحلوه مع العدس تجي غزاله. ما عليكم غير تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وطبقوا الطريقه، وراه غادي تعجبكم ان شاء الله، وصحي لوليداتنا ولينا ولكلشي الكبار والصغار، صحي بزاف وتيدفي في هذا البرد، هو العدس راه زوين ناكلو حتى جوج مرات في السيمانه، راه زوين فيه الحديد وفيه الفيتامينات. يلا صافي البنات انا غادي نسد عليه دابا 10 دقائق، ها هو غلى حتى يغلى، ونسد عليه 10 دقائق ونطفي ونخلي الكوكوط تبرد ونحل ونتلاقاو ان شاء الله، باش نزيد شويه زيت العود
ونزيد الكمون حتى الحار. لعندكم شي مزيود ديروه، ما عندكمش على حساب الوليدات بلا ما ديروه باش ياكلوه لكم ما يجيهمش حار. من الاحسن ما ديروش باش حتى الوليدات غياكلوا لكم هاد الشربه، غتجي زوينه. صافي انا البنات ها هو طاب، شفتوا هادشي بان لكم على الكاميرا، ها هو شفتوا تيجي غزاله البنات، ما غاديش يبان لكم على الباخ. صافي خدا مني 15 دقيقه البنات هو كان موجود، درت شويه الكمون درت شويه زيت العود. نتمنىكم البنات تجربوا، راه تيجي زوين ما نقولش لكم عليه، تيجي غزاله البنات كي راه الباخ البنات. صافي هنا البنات ها هو شفتوا حطيته في الطبسيل ديال التقديم، راه تيجي غزال البنات، والبطاطا الحلوه تيجي معلك ويجي غزال ما نقولش ليكم. ما عليكم غير تشجعوني وتخليو لي لايك وكومونتير زوين، ونتلاقاو دائما في الجديد ودائما مع الوصفات الطبيعيه. وهاد العدس راه زوين في الشتا والبرد، تيجي بنين ولذيذ البنات، ما عليكم غير تجربوه، جربوه البنات وتشكروني عليه، تيجي زوين بالبطاطا الحلوه، تيجي رائع ما شاء الله ما نقولش ليكم البنات. السلام عليكم، شكرا لكم قدام وجداد ودائما تشجعوني، الله يجزيكم بخير. هادشي اللي غنقول لكم البنات، بالسلامه عليكم.